عبد الناصر زيدان ناقد رياضي ورئيس تحرير موقع كورة سبورتس. خليني اقول لك ان النهارده يعني في وجود 27 وكيل وزاره شباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وفي وجود الاخ العزيز المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، انا معجب جدا بهذه المشاركه المجتمعيه من القطاع الخاص مع وزاره الشباب. انت امام مشروع سيخدم الاف ان لم يكن ملايين من شباب مصر الموهوبين الباحثين عن فرصة في مجال تنمية مهاراتهم في كرة القدم. مشروع كوبا كوكاكولا أنا بعتبره أحد المشروعات المهمة جدا اللي بيندمج فيها القطاع الخاص متمثل في شركة كبيرة بوزن كوكاكولا مع الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب. أنا سعيد جدا بأن هذا المشروع بيستهدف الأسوأ من مراكز الشباب، لأن الشركة التي تريد أن تقدم لمصر شيء هي التي تبحث عن حلول للمشاكل، وفكرة استهداف الأسوأ ده شيء عجبني جدا في مؤتمر النهاردة، وشيء لابد أن أثني عليه، لأن أنا كان أوصل للأسوأ هو نفس المجهود ونفس الصرف الذي يحتاج من خلاله الإنسان أن يصل إلى الأفضل، لأن لو وصلت للأسوأ أصرف عليه وطوره ونميه وعلي من قدراته حتى أصل به إلى الأحسن، ومن الأحسن إلى الأحسن حتى يصل إلى الأفضل. كلمة للشباب، عايز أقول أن شباب مصر في حاجة إلى المشاركة، في حاجة أنه يصدق أنه في بلد كبيرة، في بلد عظيمة، في حاجة أنه يتجرد من أي شيء ممكن يكون هدام أو من شأنه أنه هو يدمر نسيج هذا الوطن الواحد. يعني أنا دايما بقول هي دعوة للتسامح لكل شباب مصر، مهما اختلفنا في أمور سياسية أو في أهداف استراتيجية، خلينا دايما نبص على نقاط الاتفاق ونبعد عن الاختلاف، لأن مصر هي ملك للجميع بلا إقصاء وبلا تقليل من قيمة أي حد. التسامح لدى الشباب هو الذي سيعلي من قيمة هذه البلد، ومشاركة الشباب هي الحصن الحصين لنبذ العنف والإرهاب، وليست الحلول الأمنية وحدها. لابد أن يكون للشباب دور، ودور مجتمعي ومشاركة فاعلة في بناء هذا الوطن، الجميع بلا إقصاء وبلا استثناء. عايز أقول كلمة لشبكة يقين، أنا معجب جدا بتواجدكم في كل مكان، في كل حدث، في كل مناسبة، في كل موقع، كل مؤتمر بروحه، كل مكان زيارة بروحها بشوف شبكة يقين. فعلا أنتم فاعلين على الأرض، تؤدوا رسالة إعلامية محترمة، وجودكم في كل مكان يعني المصداقية ويعني الأمانة ويعني التميز في نقل الحدث كما هو على الأرض دون تهويل أو تهوين. بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله شبكة يقين أشوفها واحدة من أكبر الشبكات في العالم كله، وكل سنة وانتم طيبين.